هنعمل دلوقتي عجة البطاطس، وصفة جديدة وسهلة وسريعة، في ناس كتير عارفينها وناس كتير بتعملها وبتحبها جدا. هنعملها ازاي؟ يلا نشوف الطريقة والمقادير. اول حاجة هنحتاج علشان العجة بطاطتين كبار نبشرهم بالمبشرة، 3 معالق من الدقيق، 3 بيضات، 100 جرام بقدونس مفروم، معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، معلقة بصل بودرة، معلقة زعتر جاف. هحتاج زيت علشان اقلي العجة بتاعتي، و 250 جرام من الجبن المشكلة. يلا نبتدي الوصفة. اول حاجة هنعملها هنجيب بولة اهي. بصوا انا سايبة البطاطس بتاعتي في مية علشان ايه ما تسودش، يعني بشرها كده عبال ما نستخدمها، ايه هعصرها بس من المية اللي فيها كده اهي. يعني انتي هتجهزي الوصفة بتاعتك فحطي البطاطس في ميه عشان ما تسيبهاش كده اهي. لازم نصفي الميه منها كويس جدا. كده ضيف لها البيض وهضيف لها البقدونس المفروم، الدقيق 3 معالق، الملح، فلفل اسود، الزعتر، البصل البودر. نجيب بقى معلقه كده نقلب المكونات بتاعتنا دي كلها كده مع بعض. الكميه دي هتعمل لي قرصين بحجم الطاسه دي. انا طبعا حاطه الطاسه بتاعتي بتسخن عشان تسويها لي حل. احط في الطاسه زيت بصوا اهي كده هي ايه جاهزه معايا. خلي بقى الطاسه بتاعتي تسخن كده، طاسه هي سخنه، هنزل بنص الكميه اهو واخفضها. خليها ايه قرص كده. بصوا كده تمام مسكت من تحت. بقى نجيب طبق كده بعدين نرجعها تاني، نضغط عليها كده برضو نحمرها من الناحية التانية، ننزلها كده وبعدين نحط زيت تاني. قلبناها كده. بص بقى هنعمل ايه، هناخد بقى الجبنه دي نحطها هنا كده كده، هناخد بقى التانيه ننزلها
عليها كده. كده خلاص بقت جاهزة معانا. هنجيب الطبق في نار بقى كده خالص. بصوا اوريكم بقى ايه شكلها. نجيب سكينة بصوا بقى تبقى متجيبه من جوه عامله ازاي. تبقى بالمنظر ده كده. نجيب بقى ايه شويه بقدونس كده على الوش.